رغم قرار غلق مخيم الشوشة بن قردان في 1 جويلية 2013 لكنه مازال اليوم فيه لاجئين أفارقة ومن جنسيات أخرى. واليوم كتب الدولة للهجرة بالقاسم الصابري قام بزيارة ليه لإيجاد حلول مع اللاجئين اللي فيه، إما مغادرته أو العودة لبلدانهم أو تسفيرهم نحو بلدان أخرى حسب القانون. أسف أن بعض الأخوة أثاروا قضايا عنصرية ولا حاجة، يعني لو في ظواهر من النوع ده احنا بدنا نندد بها، لكن يعني مبدئيا احنا كبلد ما عندناش مشكلة في استضافة الناس اللي هم يكونوا يحترموا الترتيب الدولية اللي معمول بها. مخيم كما هذا هو غير قانوني، تم إقفاله من طرف المنظمة اللي مسؤولة على الهجر، مش ممكن احنا نجيو ونعطيه صبغة قانونية. هذا فقط أوضاع في مخيم شوشة صعبة، ونحن تكلمنا كثير مع الإعلام وما سمع لنا شيء، ولحد 5 سنوات أن احنا قاعدين في مخيم شوشة، ونتمنى من الزيارة الوفد اليوم أن يضع حلول. وطالبوا اللاجئين بفرض ضغط على مكتب المفوضية السامية لإيجاد حل جذري لإنهاء معاناتهم وما قد يواجهونه من خطر الإقصاء والهجرة الغير شرعية باتجاه أوروبا، خاصة بعد تخلي منظمات الإغاثة عليهم وبعد غلق المخيم، وما بقى ليهم إلا المساعدات المقدمة والمقتصرة على الماريين من طريق راس الجدير أو أهالي بن قردان. هذا وقاموا برفع لافتات تحمل مطالبهم الرافضة للخروج من المخيم إلى حين تسوية وضعياتهم. اللي نجموا نعملوه حاليا هو أنه احنا ندخل كواسطة خير مع المفوضية في الحالات اللي هي نجموا نسهلوا عودة الناس، أو إذا كان عندهم ملفات قوية اللي تنجم تثبت لهم اللي هم عندهم الحق باش يمشوا البلد الثاني. توكيما شخص اللي قال اللي هو حياته مهددة في ساحل العاج، قلت إذا كان تثبت أنت ما أنه حياتك مهددة مضطرين باش ياخذوك معناها، لان حياتك معناها، لان هي علاش مشغوله المفوضيه ساميه وعلاش مشغوله قضيه اللجوء السياسي. اذا كان انسان معرض انه لما يرجع لبلاده حياته تكون في الخطر. وأكدوا اللاجئين الكاتب الدولة عن رغبتهم في الحصول على اللجوء في أحد الدول الأوروبية ورفضهم الانخراط في البلاد التونسية.